أسعد الله مساكم كل خير، مساء الخير ومساء الورد على الجميع. اليوم بتكون تغطيتنا على هافال H2 الفل كامل. لا تنسون تشتركون معي بالقناة وتفعيل الجرس لمشاهدة كل جديد في عالم السيارات. بالوصف تحت راح أحط لكم سناب متخصص في عالم السيارات المستعملة، سواء كانت سيارات أو دبابات أو لوح مميزة. هافال H2 الفل كامل منها، طبعا هي تجي فئتين تقريبا كلها فل، لكن الفرق البسيط بين الفئتين فتحة السقف البانورامية فقط، هذا الفرق اللي بينهم، لكن كمكينة ومحركات ومواصفات كلها تقريبا نفس المواصفات بالضبط. السيارة اللي معانا طبعا الـ H2 بكل الفئتين 4 سلندر حقن مباشر توربو، المكينة 1500 سي سي، الأحصنة فيها 153 حصان بعزم الدوران 210 نيوتن متر، الجير أوتوماتيكي من 6 سرعات، وطبعا أطوال السيارة الطول 4365 ملي متر والعرض 1814 ملي متر والارتفاع 4335 ملي متر. والسيارة طبعا بدفع أمامي بثلاث وضعيات قيادة عادية واقتصادية وثلجية. الحين باخذ لفة على السيارة أوريكم شكل السيارة كامل. طبعا عندك الإضاءة فل LED، كشافات ضباب، الليد النهاري اللي موجود فيها، هذا شكل السيارة كامل. طبعا ما نقدر نرفع الكاميرا بزيادة لأنه في ما شاء الله زباين موجودة. الجنط عندك جنط 18 مقاسة على كل الفئتين، الألوان تجي بلونين وتقدر تاخذ لون سادة، بشرح لكم الألوان الآن. الدخول بالبصمة الكروم اللي موجود على حواف القزاز كامل، وعندك هنا الشنطة بشكمانين، خلنا نتأكد بس، شكامين زينة طبعا، كل الشكمانين زينة. حساسات خلفية وكاميرا خلفية موجودة فيها، 1500 تيربو. هذا شكل السيارة كامل. طبعا الشكمانين هذه معطية شكل رياضي وشكل جميل، لكن فقط زينة، شكمان يسار فقط واحد. كشافات الضباب، الإنارة LED، زي ما قلت لكم حساسات خلفية وكاميرا خلفية، هذا شكلها كامل. الدخول بالبصمة للراكب وللسايق بنفس الوقت. الألوان عندك تقريبا حدود 10 ألوان موجودة عليها بجميع الفئات، سواء كانت الفئة العادية أو الفئة الفل كامل. الفرق البسيط بينهم فقط فتحة السقف. الألوان اللي موجودة يجيك لونين، السقف أبيض، واللون الأساسي عندك 3 ألوان تقريبا، البني والأحمر والأزرق، هذه تجي سقف أبيض. في لون في اللون الأحمر يجيك السقف أسود، أو 6 ألوان سادة، فضي سادة، رمادي سادة، أزرق سادة. هذه أنت تختارها بنفسك، يعني أنت اللي تختار الألوان اللي أنت تبغاها، تبغى لونين أو تبغى لون سادة كامل، هذا على حسب اختيارك أنت لجميع الفئتين. وهذا طبعا اللون الأحمر، طبعا يجي اللون الأحمر له سقفين، سقف باللون الأبيض وسقف باللون الأسود، بوريكم إياه الآن. هذا اللون الأحمر سقف أسود، فقط يجي السقف الأسود على اللون الأحمر فقط، مو جميع الألوان، فقط على الأحمر. يعني عندك خيار للون الأحمر، يا يكون سقفه أسود أو يكون سقفه أبيض. وهذا شكل الإضاءات الخارجية، حبينا نصور لكم إياها ونوريكم إياها بالضبط على الطبيعة، كيف شكل الإضاءات الخلفية والأمامية بوريكم إياها الآن. لكن عندكم اللمبات الخاصة باللوحات جاية باللون الأبيض، ووريكم الإنارة الأمامية برضو LED يمكن واضحة هنا. هذا شكلها كامل. وعندك برضو كشافات الضباب هالوجينية LED بس بالإنارة العادية العالي والواطي، لكن الكشافات الضباب هالوجينية. اللد النهاري تحت طبعا مو شغال، فاللد النهاري يكون تحت. وهذا شكل السيارة كاملة، وبندخل ونشوف المواصفات، لكن بوريكم برضو لمبة الضباب بنفس الوقت.
ولعناها لمبات الضباب، شوفوا لمبات الضباب برضو تحت موجودة بالصدام. بحكم اني ورا بوريكم الشنطة وسعة التخزين الخاصة فيها، هذا سعة التخزين، وبإمكانك تصفط المراتب الخلفية وتكون عندك مساحة يعني إضافية بسعة التخزين، بإنارة جانبية وبرضو بستارة تقدر تسكر كذا ويتسكر معاك، بحيث انك تحمي الاغراض اللي انت حاطها عن اشعة الشمس او عن السرقة بشكل عام. وهذا الشكل الكامل لها، طبعا تتسكر يدوي بنفس الوقت تنفتح يدوي، هذا الشكل كامل. نجي نشوف المقاعد الخلفية، وهذا شكل المقاعد الخلفية. عندك هنا جلد مطعمة بالكروم، المقابض بالكروم، مسكة الباب، مكان للتخزين، 6 سماعات كامل السيارة. نركب ونشوف. بسم الله. وعندكم هذه المرتبة موزونة على مقاسي، ما شاء الله مساحة المرتبة. أنا ما أخذ راحتي على الآخر طبعا، ما فيها تكييف خلفي طبعا، والسقف بانوراما كامل، هذه فئة الفل كامل منها. الفرق البسيط قلت لكم فقط السقف البانوراما، تمنيت فقط انه يكون في هنا اضاءة للركاب سواء كان على اليمين او على اليسار او في السقف فوق تقريبا الراس، بحيث انه ينور على الجهة الخلفية كاملة. وهذا شكل الكونسول كامل او الطبلون للسيارة كلها. طبعا عندك هنا مكان تخزين وبرضو هنا مكان تخزين بنفس الوقت، تكاية موجودة بالنص للكوب هولدر، بنفس الوقت نظام الإزوفكس الخاص بمقاعد الأطفال المرتبة الخلفية. الشيء الجميل اللي عجبني في السيارة 6 إرباقات موجودة بالسيارة، 4 جانبية، واحدة هنا وواحدة بالمنطقة الثانية، وبنفس الوقت واحدة هنا وبالمنطقة الثانية برضو هنا، والإرباقين الأمامية للراكب وللسائق، ف6 إرباقات أمامية 2 و4 جانبية تقريبا، ستائر جانبية. النقطة الثانية اللي عجبتني في السيارة وأنا راكب وراء، المراتب اسفنج مريحة جدا جدا جدا، فعلا أنا مبسوط على نظام الاسفنج الخاص بالمرتبة، مريح مريح مرة مريح، وانتم بتجربونه وبتحكمون وبتعرفون الراحة اللي أنا حسيت فيها في المراتب الخلفية، لكن بنجرب برضو الأمامية نفس الشيء. ونجي الآن للمنطقة الأمامية، عندكم هنا برضو جلد نفس الشيء كامل من هنا ومن هنا، هنا بلاستيك الكروم اللي موجود، قفل وفتح الأبواب، قفل الشبابيك الإلكتروني فقط، القزاز الخاص بالسايق تفتحه وتسكره إلكتروني، مكان للتخزين. عندك مرتبة السايق تحكمها كهربائي ب6 وضعيات، مرتبة الراكب ب4 وضعيات لكن يدوي. قبل ما نركب فتح البنزين من هنا، مكانه شوي جدا غريب، لكن فتح البنزين من هنا، وهذا فتح الكبوت. وعندكم هنا التحكم بالمرايات الجانبية كهربائية، وفيها صفط المرايات برضو. هنا التحكم بالإنارة الخارجية للسيارة، ترفعها أو تنزلها على حسب رؤيتك. وهذا شكل الداخلية كامل للطبلون والشاشة اللي موجودة والدركسون، التحكمات اللي موجودة فيه. المنطقة هذه اللي على اليمين خاصة بالمسجل، رفع الصوت وتقصيره والتغيير للمود، برضو تقدر تتحكم بالشاشة الوسطية اللي هنا بضغطة زر من هنا، هذا فوق وهذا تحت، يعني تبغى الشاشة تضغط على فوق أو تنزل تحت، هذا زي السهم تقريبا على فوق وعلى تحت. عندك إيش التحكمات اللي برضو تقدر تتحكم فيها، لو لنفترض غيرت من الشاشة فوق وتحت مثلا وتبغى تدخل على الإعدادات نفسها، تضغط على الأوكي يدخلك على الإعدادات، شوفوا
من مجرد تضغط الأوكي يدخلك على الإعدادات وأنت عاد ترجع وتنزل للشيء اللي أنت تبغاه طبعاً، زي كذا إعدادات الكمبيوتر، حجم صوت الإنذار، الصيانة القادمة، يبين لك اللغة تقدر تغير، هذا اللغة يدعم اللغة العربية طبعاً، تقدر تغير اللي أنت تبغاه، المعلومات الأساسية، ترجع وتنزل من نفس الزر اللي قلت لكم من هنا. تبغى تطلع برضو هذا الزر الخروج، والأوكي تدخل على الإعدادات نفسها. طبعا في بعضكم ممكن يقول انه مو صافي الطبلون لكن عليه ستيكر فما نقدر نشيله لانه تبع التست درايف الخاص بالوكالة، فعليه ستيكر ولا كصفاوة صافي. عندك هنا الكروم اللي موجود على الطبلون كامل بكل مكان، التشغيل بالبصمة والدخول بالبصمة نفس الشيء. هنا عندكم العصا الخاص بالإنارة الأمامية، الإضاءات الخارجية طبعا، في نظام الأوتو موجود فيها، بنفس الوقت العصا الخاص بالمساحات، وفيها نظام الاستشعار للمطر برضو نظام الأوتو، فشيء جدا جميل. برضو للقسم الثاني من هنا عندك هذه التحكمات كاملة خاصة بمثبت السرعة والرد الآلي والأوامر الصوتية، هذه كل الأزرار خاصة بمثبت السرعة كاملة، وهنا الرد الآلي والأوامر الصوتية. هذا بشكل مختصر للدركسون والإعدادات اللي موجودة فيه. وعندكم أربع فتحات تكييف، ثنتين بالنص ثنتين على الجوانب. الشاشة هنا مقاس 8 إنش بالتاتش برضو، يعني تقدر، يعني عندك هنا زر الهوم، هذه الأشياء اللي موجودة فيها، الرادو، بلوتوث، USB، فلاش موموري. برضو هذا يدعم نظام الأبل كار بلاي فقط، وتحركه كذا سيتينج، والفون هذا خاص للإعدادات التليفون أو البلوتوث، برضو نفس الشيء. هنا نفس الشيء، الرد والإقفال للمكالمات والتحكم بالرادو، وهذا الفرار الخاص بالمسجل. هنا برضو التحكمات الخاصة بالشاشة تتحكم فيها برضو من هنا، التكييف، الأزرار الخاصة بالتكييف، ومن هنا الفرار تقدر تغير وضعيات التكييف برضو من المود، هنا تضغط عليه تحدد دفع التكييف يكون على الوجه أو على الأرجل أو التكييف في الهواء من فوق، أنت تختار التوجيه كامل. طبعا يعتبر مناخ واحد فقط يتحكم بجميع التكييف كامل. عندك هنا الفليشر، هنا التحكم أو زر المنحدرات والمانع الانزلاق، وبرضو فيها نظام الـ ABS للفرامل. هنا مكان فتحة، عندك هنا فيش تقريبا يمكن حق الولاعة لأنه ما في الولاعة مين موجودة، فيمكن 12 فولت. مساحة تخزين بسيطة، البيانو بلاك على الكونسول نفسه كامل، على حواف الكونسول كامل بيانو بلاك. الجير مثل ما قلنا 6 سرعات. الدرايف مود من هنا تغير 3 وضعيات، خلنا نشوف الوضعيات. هنا شوف وضع الثلوج، ووضع القياسي، ووضع الاقتصادي. وهنا عندنا البريك الإلكتروني والأوتو هولد، الكوب هولدر، وهنا ترج للتخزين، فتحة USB و12 فولت موجود هنا، وتقدر تقدم التكاية نفسها على حسب راحة يدينك. شوفوا الجلد الموجود ما شاء الله، سفنج مريح جدا، فعلا فعلا عجبتني المراتب، مريحة مرة جدا جدا مريحة ما شاء الله تبارك الله. هذا بشكل مختصر ومفيد عن جميع مواصفات هافال H2. عندكم هنا القزاز تعتيم، هذا التحكم، فتحة السقف البانورامية، الإضاءة هنا LED باللون الأبيض، هنا تقدر تقفل الإضاءة لفتح الأبواب أو تسكرها، أو تبغى تضغط تولعها كاملة. عندكم هنا الشماسة، مراية بدون إضاءة، كذلك مكان الراكب نفس الشيء، مراية بدون إضاءة. وبكذا غطينا لكم جميع السيارة كاملة بكل مواصفاتها. وهذه صفاوة الكاميرا الخلفية، جدا جميلة الصراحة، سيارة عزمها حلو جدا جميل على حجمها وكبرها، جدا مريح
نفس الوقت التيربو طبعا هي 1500 سي سي تيربو فجدا كويس. بنفس الوقت عندكم المطبات عجبتني المطبات يعني لا بأس بها. تو الشارع فيه مطبات قوية طبعا هذا بس مكشوط الأسفلت فعشان كذا تشوفون المطبات هذه لكن مطب اصطناعي استقبالها له جدا جميل فمرة حلوة. العزل تقريبا أعطيه يمكن 7/10 كعزل تقريبا 7/10 طبعا يفرق إذا تكلم عن العزل سمعي وسمعك غير فيفرق سمعي أنا عن سمعك أنت يعني ممكن أنت عندك السمع أقوى من سمعي فتحس أنه مثلا ممكن مزعج لكن على سمعي أنا وتجربتي أنا أحس أنه العزل حقها يعطيني من سبعة في 10 تقريبا يعني أقيمها من 10 7 فيفرق من شخص لشخص لكن جدا كويس على سعرها وعلى حجمها وعلى أداها مرة جميل جدا جميل. فأخذنا بها بلفة الحين وبنرجعها صراحة سيارة تستاهل. سعر السيارة فل كامل إذا وصلت المعرض راح أبين لكم السعرين هي فئتين فبعطيكم التفاصيل على الأسعار وبإمكانك تجربها يعني بإمكانك تجي الوكالة وتطلب تست درايف ويعطونك إياها تجربها تاخذ فيها لفة حوالين المعرض. وهذه كفاءة الطاقة الماكينة 1500 سي سي الموديل 21 دفع أمامي التقييم لها 13.7 كيلو اللتر الواحد البنزين 91. وهذه الأسعار الخاصة بالسيارة هذه الفئة اللي ما فيها سقف البانوراما 67,089 ريال شاملة الضريبة عليك التأمين. وهذه الفئة الفل كامل بسقف البانوراما سعرها 70,099 ريال شامل الضريبة فرق تقريبا 3,000 ريال بين هذه وهذه والفرق البسيط زي ما قلت لكم السقف البانوراما. وبكذا انتهينا من تغطية هافال H2 بالفل كامل الموجودة فيها. لا تنسون تشتركون معي بالقناة وتفعيل الجرس لمشاهدة كل جديد في عالم السيارات. أخوكم متعب السعد لتغطية أخرى إن شاء الله. فمان الله.